بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين، لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد. اللهم ومواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة، فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.